بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سيدي، عزك الله وأدام نصرك. بعد الإذن المولوي السامي يتقدم بين يديكم الكريمتين الطفل عثمان مششتي لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وهو الفائز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، وهو من مدينة فاس ويبلغ من العمر 11 سنة. الله يبارك عليك سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يتقدم القارئ الطفل عثمان مششتي الفائز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، للسلام على أمير المؤمنين وتسلم الجائزة من جلالته. تعكس هذه الجائزة العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين لحفظة كتاب الله العزيز، وعزم جلالته الراسخ على تشجيع النشأ الصاعد على حفظه وتجويده لكتاب الله. وبعد إذنكم سيدي أعزكم الله أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم.
لوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. والختم من مولانا أمير المؤمنين أعزه الله. لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ينادي إلى صراطك المستقيم على آله حقري ومقدار العظيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي أمير المؤمنين، في إطار عناية جلالتكم الشريفة بالقرآن الكريم وأهله، يتشرف السيد عمر محسن من الدار البيضاء بأن يتسلم من الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره جائزة محمد السادس لأهل القرآن. كما تتشرف يا مولاي السيدة زينب أبو علي من الرباط بأن تتسلم من الجناب الشريف اسمه الله وأعز أمره جائزة محمد السادس لأهل الحديد. ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين ويتسلم جائزة الأذان والتهليل السيد سعيد أبو العيش من قرسيف الفائز بالجائزة التقديرية، والسيد الحسن أخيار من تطوان الفائز بالجائزة التكريمية. ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين ويتسلم جوائز الكتاتب القرآنية بأصنافها الثلاثة السيد عبد الله الحيان من الدار البيضاء على منهجية التلقين، السيد عبد القادر حموش من سيدي بن نور على المردودية، والسيد ناصر أيت بو ناصر من ناحية تارودانت على التسيير. هكذا إذن ترأس أمير المؤمنين وخصها على غيرها من الأمم بأن أرسل إليها أعظم رسول وأنزل عليها الكتاب المبين معجزة النبي الأمين كلام رب العالمين في ليلة عظيمة القدر. اللهم اجعل نفحات هذه الليلة المباركة وما يتلى فيها من الذكر الحكيم يمنا وخيرا وبركة. وإلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.